الريحان بيعمل على تزويد الجسم بعدد من الفوائد الصحية، فبينتمي الريحان لعائلة النعنع، فيوجد أنواع متعددة للريحان، أشهرها الريحان الحلو اللي له قيمة غذائية مرتفعة، مما يمنح الريحان فوائد عديدة، وهي طبعا تدخل في العديد من المأكولات وخاصة الإيطالية. تحتوي برضو على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الإنسان، اللي هو طبعا على رأس فيتامين اللي هو كاف، وفيتامين ألف، فيتامين جيم اللي هو فيتامين سي، المغنيسيوم، الحديد، البوتاسيوم، الكالسيوم، حمض الفوليك، أحماض أوميجا 3. برضو كمان بيحتوي على مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة. الريحان يعد من الأعشاب المستخدمة منذ القدم في علاج كثير من الحالات والاضطرابات الصحية المتنوعة، لكن ما في دراسة سريرية مؤكدة تبحث في دور الريحان بتحسين صحة الرجال بصفة خاصة، أو تبحث بدور الريحان بدعم الصحة الجنسية للرجال، فنحتاج للمزيد من الدراسات العلمية المثبتة حتى نوضح فوائد الريحان للرجال بصفة خاصة. الريحان بيتمتع بأنه بيحتوي على وغني بالمعادن والفيتامينات والخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة اللي بتعزز أداء الوظائف الفسيولوجية عند الجنسين. فتبرز فوائد الريحان للرجال في أنه بيعزز صحة الحيوانات المنوية. فوجدت دراسة أجريت على فئران التجارب لمدة 40 يوم للبحث حول تأثير الريحان على الحيوانات المنوية. بعد هذه الفترة ذكرت الدراسة أن الريحان ممكن يزيد تركيز الحيوانات المنوية ويعزز حيويته وحركة الحيوانات المنوية. وبتحتوي أوراق الريحان على مركبات الأرجينين اللي بتعمل عملية إطالة عمر الحيوانات المنوية، وهذا بقلل مشكلات العقم وضعف القدرة الجنسية عند الرجال. ممكن برضو الريحان يزيد مستوى الهرمون الذكوري اللي هو التستوستيرون، فتناول الريحان بشكل منتظم بيؤدي لزيادة مستويات هرمون التستوستيرون الكلي في الجسم، النتيجة دعم القدرة الجنسية عند الرجال. فالمستوى المنخفض من هذا الهرمون هو أحد أسباب الإصابة بضعف القدرة الجنسية عند الرجال والعقم. ممكن برضو الريحان يقلل الإجهاد التأكسدي في الجسم. فالريحان بيتميز بأنه بيحتوي على مضادات أكسدة. فالريحان الحلو يحتوي على اليوجينول والأنثوسيانينز والبيتا كاروتين اللي بتعمل هذه المضادات جنبا إلى جنب على محاربة الجذور الحرة في الجسم اللي بتسبب تلف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بالاضطرابات الصحية، بما قد يؤثر سلبا على صحة الرجال. الريحان بيحتوي على عناصر مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وهذا بيخليه يساعد في علاج حالات زي تورم الخصية، التهاب البروستاتا. وبيحتوي الريحان على عناصر مضادة للبكتيريا بالإضافة للعناصر المضادة للالتهاب، وهو ما يعرف يعني طبعا هذا بيخليه مفيد في علاج حالات مثل التهاب البربخ اللي بينتج عن عدوى بكتيرية. طبعا الريحان لأنه غني بمضادات الأكسدة فهو بيساعد على الوقاية من سرطان البروستاتا، وهو أحد أنواع السرطان اللي تصيب، أحد أهم أنواع السرطان اللي تصيب الرجال. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه الآن، كيف نتناول الريحان يا دكتور؟ ممكن تناول شاي الريحان، إنه إحنا نغلي مية ونضيف لها بعض من أوراق الريحان ونغطيها لمدة 10 دقائق ونصفي ونشرب من مرة إلى مرتين يوميا. أيضا ممكن يتم استخدام الأوراق الخضراء في الطهو، فبتم غسل بطبيعة الحال، وهذا شيء بديهي، الريحان الطازج في المياه الباردة، وطبعا بتم شطفه لابد لعدة دقائق حتى يتم إزالة الأوساخ وبقايا المبيدات. وبيضاف الريحان في نهاية الطهو، وهذا طبعا للحفاظ على عطره ونكهته واللي هو العناصر الفعالة فيه، فتؤدي طول مدة الطهو لتبخر فقدان الزيوت الموجودة فيه اللي احنا عايزين تناولها للاستفادة منها. تضاف الأوراق الطازجة للخضروات برضو والدواجن واللحوم، وطبعا برضو كمان يستخدم مع اللي هو البندورة اللي هي الطماطم واللي هي الشوربات والسلطات. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. أول حلقة 12 يعني. مشيت. Thank you.